وكبيبي فو مبروك عليك.
گری رو گذت نه بسید و نیوشین زی یمیسی لامده ایم ریتید و کنه هره گری رو گذت نه بسید و نیوشین زی سلام دائما بنتي دوكا نهارا الله أكبر Amen.
watu kukubata wane shogama nekoseye watu chujanyasi nyesa wa suri ya tihu Thank you.
kama tutosha mshirika na wadoa huyu. Mzee wangu mzee Sule tuwe saa kwa mshingo kanzo plasi njema kabisa umwezi na riwayo plasi hiyo mzee mwanze ukensi na nubaru aji mzee wangu mzee Sule saa ja gila dhimwe ule plasi mituku amanda ya mituku ya kezi ah santa ni uhalisi Mzee yuki na sasa ni hapo shimu yuki wa rato kwa mzira Ewa njo tafadha le wanwanogo hari wa rohe na wanwisa wa kansi uji mifuao rinjwa ufuwe na hapa nigosi Yuanu mlewari, yuanu ema pinja, na yuanu mta ema flera na manzo mkive nafas Kwa wakati ngeusa mlepe, mtuwa ujansi yani Nafikiria maa, kuleisa Zia barizantu, zikaza yako Garjo ukanimisa ya maraika oo Ngujwe nesebe ramaj Ya hai hafla mtukufu inu Yache ya nageza mzae Atu Saidi Narumikwe Fatih Abazi Narumikwe Fatih Amina بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وخلق الزوجين الذكر والأنثى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل للناس من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها وجعل بينهم مودة ورحمة وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله خير الأزواج للزوجات وأرحم الناس بالبنين والبنات أصحاب الفضيلة العلماء نائب رئيس الجمهورية الأسبق محافظ جزيرة جزيجة الأسبق معالي وزير التربية الوطنية والتعليم أصحاب السعادة النواب رئيس بلدية يمامر محافظ همهامي ومنقو مدراء أجهزة الدولة ودوائرها عمداء المدن والقرى أيها الضيوف الأماجد الحفل الكريم أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحيتهم يوم يلقونه سلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ففي هذه الليلة الميمونة تتشرف مدينة غوري وأسر العريسين أن تستضيفكم في مدينتكم الثاني لمشاركتهم لهم فرحتهم بمناسبة نكاح ابنيهم محمد حامد مع كريمة الشيخ إبراهيم ماد امتثالا لأمر الله تعالى ورسوله أيها المؤمنون إن من تمام رحمة الله تبارك وتعالى ببني آدم أن جعل لهم أزواج من أنفسهم وذلك أدعى لحصول السكينة والطمأنينة
وتنظيم العلاقة بينهما على أسس سليمة تحقق السعادة والاستقرار، وتحمي الأسرة من التفكك والانهيار، وتأمن استمرارية النظام الأسري الإسلامي في مجتمعاتنا. وأول هذه الأسس الشعور بالتكامل بين الزوجين، فقد قال سبحانه وتعالى: وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليطمئن إليها، فكل من الزوجين مؤنس لصاحبه. فبالمودة والحب والحنان المتبادل بين الزوجين تتحقق السكينة، وبالمودة والرحمة تحافظ الأسرة على استقرارها. أيها الحفل الكريم، إن السعادة الأسرية لا تتكامل إلا بالاستقامة الأبناء والذرية. ولهذا دعا إبراهيم الخليل ربه الجليل فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وجاء في دعاء نبي الله زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وجاء في دعاء عباد الرحمن الذين يقولون: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذرية الطيبة يكاثر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. كوزي تودي كتوفو إبرامجي يمسيانو يكاتسينا منينو هكذا مولو نرجو نغي كلمة الشكر ومجا نمزي وغاتو مزي مانزي مزي ما سمي أكوز أكبر بيلي نرجو نغي القرآن الكريم مع القارئ محمد أحمد دودة هكذا رارو نرجو نغي كلمة الوعد والإرشاد ومجا فضيلة الدكتور عبد الحميد محمد شاكر حفظه الله، عبد الحكيم محمد شاكر حفظه الله. أكدوا أني أرجوكم لجزر مال له وسيلة، وما جاء فضيلة الأستاذ نزار علي أحمد. هكذا ثانيا أرجوكم لبكي لبيلي له وسيلة، وما جاء الأستاذ سيد أحمد. هكذا سيتا أرجوكم لقصيدة المناسبة مع أبناء مدرسة الهدى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kwezi teguji tukufu heza jani uzahanyo hanyo tibia nyeze mbu ya mikanizo na mungu huzu ni mtose nyeze mtosa za kiislamu na me assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakati wakimaga ngobireo ehele mana yobiza abuge iladimo batu liduge ehele mana yabira kwezi kuangazicha sihimisiwa banu nensi ya mahame sihimisiwa banu nomji wa ngole sihimisiwa banu nomji wa nyadumweni sihimisiwa banu nensi ya majini ya tendelwa nomji wa fungu wa amrishiwa nezeka lila nyituku fikao luwazaya ebana harusi mlewoi Muhammad Halid Vazima ne binti wahahe mwana swafi Ibrahim. Wanimi sabanu ni mshukurie. Ni mboshele ni marahaba. Ni mwambie ni hukaya aljazau lihsan illa lihsan. Sha muhimu wa huwa ni misabanu wajodo zijua. Sha mnyezi mgule jumliba. Sha na musami. Ni mwambia ni baritit
Nafika ngapi? Mzima nafika. Muhammad Hamid, ewe imanada mwindini. Muhammad Hamid, hasalishianiha, uharuma umjiun. Harima, yekabila, enyamanziwa. Ikawo, itanganiha, nekabila, yuhangu zambaya hahe. Ya puha uharima umjiwa mbeni rambe dukura mwini. Ikawo nuhondo hamba ya hatu wa grama ni msuhafu. Ihondo hamba ya hatu banaji wa mmaki. Ihondo hamba ya hatu mfomaha maki. Abo nge ekeja zinu zijiri, abo kazi jatawa. Eka Muhammad wa hali, haunjili ya tengwe hamada linu, abo zimstahitu. Egu lorunda. Gulolo aluza, gulolo la honi hamba ya hae, mze Ibrahim Muhammad ikawo ndi mbaba wa bibi harusi. Ikawo ihondo aluza yesha wa mzingara, hakei mwana woi, hazaba, uharima, ndedaho, nesima. Apoto vangu wakuha yesha wa mzingara. Ikara mbando na hesima. Shaha kuha uharimwe kabila ya wenye mwalimwa idezo. Aka haini manadamu atokuwa na kabila miki. Hoja honiwe hondo haisha mzingara. Ihondo hajuahara mzingara. Ihondo hasimbaba mzingara. Ihondo hahamadi wesimaida. Ihondo haswali wesimaida. Iho luha nduzamadi wesimaida. Wawdo watumba hoda honiwe wakawa amrisha lidaho ilu wakati wakati. Ikaro ekazi funguwa esha. Yesha mzingara wende kubia kwaya zendongo nine kawo gazi kutajia umanada mutsabungu mshe harumatimawe ya kenizo. Mnyezi mkwa mbazo zonine. Auka yesha mzingara hawasu waya. Yesha mzingara haya mguwa dini. Yesha mzingara hawa fami. Esha mzingara hawa mali, woshahidiga mwanao kubaluri dobanu. Ikawo, wemali yae hatangia ya dawla ya hatuyenu. Haukaini mwana wa heba vwiru, urumiyo stilo haru heba vwiru. Sha, e argu yinu, ito msimushi. Nsuka amlekezi wa tukufu. Narjubwa nana, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Oh, yeah.
تزوجهم ذكرانا Yeah.
السماء Abu Bakar
zihabari kumswaliwa na babanu ono watukufuwa kumbwa banu mungu kwa nabi suna mwenzi manane nulo banu uka esambula honu wawo man akuto abihi amaluhu lam yusilu bihi nashakuru yine lomu kuwado rambi ya yoko ula wadiri anawe shio ya mba nashakuru mardinisha wadafuwa wafibia man akuto abihi amaluhu lam yusilu bihi nashakuru mre amali ya tumwana sosoni haye ina sababu ya tumwana sosoni wawo sallu sallu mwale sujuwa hata liha Bangun azulani fulani, azulani fulani, kuna hunde makamu hao. Eka aku jafanya zitendaza hao, awotu mao, awotu mao. Nwati zimbele chitwa. Akazaki mbele wajinga. Ika yu njoko kwa mwalimu wakene makamu ya kama mdini na madam fuhada aje kena wakani. Nganzo kwenye chitahati, uwele mikungunu hata fanya zwa fanya. Mwambio lenda. Gojong, kubalu bantere, masih kau juga sila sila makamu ya. Enak kali ni hamil aku, emangnya makamu mau huna, wabaza zenafus zahau, wabaza himaza ummaunu, wazitendesa, wabaza uluzau, zofami zopia, mbaa jela wali kamatina wafula watabai. Ana ziliwa mwezi mwani kao ene mrikao harege dunia mkuetendeza nena behamu ya mwanu demesha huwa na adamu dahma mwanu lola ni mwasita behma ya mwanu behmiye zimbu ya humjengia hato wa fukuru hato abadal abidi agangu mwana wa fukuru hato kurani mabana ibrahima na nuhuna Muhammad na yusata wala tojudu atasa nafusi za hao ima hao mungu nubina adamu mahamiyezi mkwa wadiyabale madina hao akwendo kandanzi tarikhi sigozi shangfu sha tarikhi mbuyanziha hamilongu wa mema nasindozi jema na akhlaku njema Yang dia kelima, yang ini ni mungkin dia. Yang tu sangat sedih. Yang kelima yang ramu, yang dia mesti. Ia engkau menghirup tu ni juga meminum nama. Kalau belum semarang bau kaya, aku siru, aku olah tu nafiru. Namun bawa muzad, untuk apa bertangga? Wajah siru olah tu asiru. Namun bezanya gum, untuk apa bezanziru? واتفقوا ولا تختلفوا نما في كلام يختلف يعني اما وني بالدوم رمز يا ما يعني سي ما هو تلو هارمزين نما نبي زي ما زمنا رمز يا ما يعني سنه دكتور بشرا رمز يا ما يعني ابو اجام بزاو نما بزاو ويا بزاو يا بابا مسوزين دو بس شو بدا ما بقول أقول لهم نبي، أنهم إما لا بكلمة يو، فدرف يعني قبل أنا ما مسلمون، أما قبل ما نسمع لين بان، باني بانجها، أكمل سنجاب يدي بنم لو ما بكا، بفو، يا مبلغ الله هم قال ديو، يبقى فلما هم، يا بوكا زيادة أبو مرافع جدو تبي أنا ما عاشو، سبعة، نسوم جوا، شاكم جوا ديو فلنا تنقول يسوع. Anggrega tiyo, itu wahman wahman diso. Anfikiri uwo, ilo, ejo sitam siri. Ewa yusganya mamas, umajawan. Yo. Diwa kusanya hamdo lewat mamas. Yengam jo mamas. Nyesi mkukanya kwa lomba mwa yamba suwa haramu wa sinadehili Ema nesilo haramu Nema mwana yumele kazi kwa suwa haramu Ika mwansi pia na mwana soju sinajuwe Fijo haramu Hatu ina soru mkula Esi babu indi Yohaga mizea akili
ndo akamjufu moo akakaka mwanadamu hafanye zile zinyama afanyao harigele tojapa harigele mazapa ede mana ziyelo wizi yo haramu henry kusando simuhe kudorengi hakari mwana nyuho asambu hatu zina zo haramu henry upoche ushe mwana nyuho kwenye kunana mwana ziwahe na sabato yohe humnikendi uloko urenga zwa mwana mwana ziwahe ya chato miso wana hae kwenye mwana ziwahe ribawa haramu henry kunenge ziyada iso la badada upasha wa haramu hendi ngesababisho wa adabe na hanyu hakata ene mnonga mekata haramu la kude kenashin swarihu kwa kasi na tawi hata shaku na joro regere pao maile ambo pa maile haramu au sinabu zi haramu uyambashe otu nyama wene nabu من قال كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أنت أنت بس ما من صدق أو أنسى أنت يوصل أمامك تجبك أس سلام حاجة نوفم أبابو من أمنا مباوكا تيكو سمبانيا ما سيوه لم نوجه تنغو لهولا أنت تلوه ليه علي أمام لهولا نقول أنت عندك أسلم kwa alamba kuna jamina na yuhabanu kwa rambanya mabanu anari la haramu ata wa fahudu ne parari makabahaja alikuwa zhula parulogan wa fahudu ekare loha mnyezi mungu hendama ya mshirikiza na hindu njabala kabairu dhulubi chano kasipa maele wa siku kuu eke ime bato mho waha mungu johu nabakini ya Allah wa siku kuu mahamma eka asambo wa manana zambe ambyo muka ya kulu man harama zina tawwa ilati akhaja libadi wa tayyibatu mina rizqi wa kulu hiya lila zina amanu fil hayati dunia au خالصة يوم القيامة إذا روى المؤمنين دنياني آخر زواوش أي هم دنياني زافنا رجينا شاء آخر زواوش أبغي كنو نهاية هم الوقوع ويامة قلتوا يجبون أن يقول لك سوما إذن أم كذيامو بعد زفت التصداكي هو الوزامو كجو رحمه تنبوا بنزي قالوا كم قريب قرآن ياسم وبالكم بنزي ike dalawo lehnyohar nemjohar nehonhar nedablahar yasir mbadre he muhe qurani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mashallah صلي على رسوله الكريم الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه يا الله إلى ولي مدينا ولو عبدنا غيره شقينا يا الله رب مرحمتينا وحبنا محمد هادينا لولا ما كنا ولا بقينا إنا دعونا تستجب هانيا الله يا الله يا الله يا مرجع القاصد يا وفاه اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا يا الله مسلمين إنا دعوناك استجب آمينا اللهم
يا الله يا من جهل القاص يا رب والمشركون قد بغوا علينا يا الله جعلوا فتنة أبينا يا الله تعاجمهم علينا يا الله الحديث التي روينا فاردهم اللهم قاسرين Yeah.
المانع يا الله طارق أنت الجامع يا الله حافظ أنت الرافع ارفعنا عالينا عن ذلنا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا من جاء القاسم يا غفار يا الله يا وافي ويا سريع يا الله يا كافي ويا سميع يا الله يا هادي ويا بديع أدبتنا بما جرى يكفينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا من جاء القاسم يا غفار الله يا مجيب يا ودود يا الله يا محيط يا سديد يا الله يا متين يا سديد يا الله من وفعل ما يريد إنا الله كل قد نجينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا من جاء القاسم يا غفار يا معز يا مقدم يا الله يا مذل يا منتقم يا الله بارئ الباقي فلا ينعدم يا الله مرسل الوالد حفيد الاكرم ليس لنا سواك من يحمينا انا دعوناك استجب امينا الله يا الله يا الله يا من جاء القاسم يا غفار يا وارث انت الابد يا الله يا باعث انت الاحد يا الله مالك الملك الاله الصمد يا الله كف العدا عما فقد قتلنا انا دعوناك استجب امينا الله يا الله يا الله يا من جاء القاسم يا غفار يا غالب يا قهار يا الله يا نافع انت الله يا الله يا بارئ يا غفار يا الله يا ذا القوة الجبار قوم لنا الدنيا وقوم ديننا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا من جاء القاسم يا غفار رب العزة السلام يا الله المهيمن العلام يا الله ولا العز التام يا الله الحق هو اللهم راسلنا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا من جاء القاسم يا غفار وأنت المتعالي الحكم يا الله ذو العرش الولي الأحكام يا الله معطي الجواد المنعم يا الله العزيز الصبور مكن لنا في أرضنا تمكينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا من جاء القاسم يا غفار الله يا قدوس يا برهان يا الله يا حر يا حنان يا منان يا الله يا مبسط يا ريان يا الله يا قرعنا بابك المسكونا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا من جاء القاسم يا غفار الله يا خلاق يا مذيب يا الله يا رزاق يا حسين يا الله يا قريب يا رقيب يا الله المستعان السامع المجيب إنا دعوناك استجب آمينا الله السامع المجيب إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا من
وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ولعبدك المذنب الضعيف يوسف بن اسماعيل الابد مؤلف هذا الكتاب، وادخلنا واياه الجنه من غير سابقه العذاب، واوصل الى من ثواب هذه الفاتحه. امين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، 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 آمين. صلى الله عليه وسلم، آمين. 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 كل زمان ومكان غاية لها. آمين. اللهم أيد يا شنك الكبير. آمين. آمين. لها ومجدها إلى يوم الدين. آمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيك. آمين. بخير وعافية. أحسن الله إليكم. Inu lola jema yari jia. Inu lola jema yari jia. Ole jibi wa. Inu lola jema yari jia. Inu lola jema yari jia.
Ibrani yohalima emitsanimu
بمجوع علماء بودي بهاني وعلماء زنرا هلجة وعلماء بودي خوا وعلماء نتعلمون زهاني وعلماء وشيني Majeweni wa halimaye maku Telesini wa halimaye maku Nyumamilima wa halimaye maku Mjihadi wa halimaye hamahani Mjimtukufu wa hatu mnungu Badajani wa halimai hamahani Mwaja wa halimai hamahani Dimaju wa halimai hamahani Uni wa halimai hamahani Hajamu wa halimai hamahani Seleani wa halimai hamahani Sajimani wa halimai hamahani Nyatokeni Tufungiwe Sada hamame Batse hamame Wela hamame Haji hamidwamu Haji hamidwamu Haji chalama yusufa Haji Suleiman Bana Fundi Abdul Hakim Fundi Abdul Hakim Al-Haji Sayyid Ndawoma Zatu wajibi wa mashallah Haji Ibrahim Aswadi Al-Haji Ibn Hashim Al-Haji Sihab Sama Thank you.
الله.